خشي هؤلاء خشي او نحن مع جمال بالماضي وبالماضي دائما يربح ولا بد في يوم من الايام انه ينتكس وما وش معناه كي كان واقف احنا معاه ويبرك لا لا نحن معه في سراء وضراء وهذا ماتش ما يعتبر وهذا لا يعتبر خساره انما هي تعادل عادي وخرج الديار ليس انهزاما ليس انهزاما وإنما ربما الفريق لم يكن في يومه كاين عوامل أخرى كاين عوامل أخرى ربما العامل النفسي للبلد الذي زاروه ربما الحرارة ربما هناك أشياء ولكن بالماضي لا يزال هو عمدة المدربين وسيبقى كذلك ونحن معه في السراء والضراء وخشئ هؤلاء الذين ينتقدونه على الأقل الرجل برهن وهو ولا يزال يبرهن في الميدان فأولئك نقول لهم خسئتم واسكتوا وادخلوا جحوركم باختصار شديد.